كما نحن ننتظر الإمام، الإمام ينتظرنا، ينتظر منا نوع من الصلة، ينتظر منا نوع من اللين، ينتظر منا نوع من الانعطاف. الجميع منا مشغول بحياته مع الأسف، أنا مشغول بالوظيفة، وأنت مشغول بالدراسة، وهذا مشغول بزوجته، وهذا مشغول بعياله، وهذا مشغول بأسهمه، وهذا مشغول بجيبه، وهذا مشغول بمرضه، وهذا مشغول كذا. هذه الانشغالات علينا أن لا تستوعب وقتنا وحياتنا، فلنخصص جزء من يومنا، جزء من وقتنا للانعطاف نحو المهدي. كيف أنا أنعطف نحوه؟ أذكره في الليل، أذكره في صلاتي، أذكره في صدقتي، أذكره في قراءتي للقرآن. أنا ما أقرأ قرآن يوميا، خل أقرأ يوم للإمام، خل أقرأ أسبوع للإمام. ما أصلي، خل أصلي النافلة المغرب ما أصليها، خل أخلي نافلة المغرب للإمام المنتظر. هذا الانعطاف القلبي نحو المهدي يخلق صلة بيني وبينه. لو كل يوم 5 دقائق نعيش مع الإمام صلة، صلة نفسية وروحية، ستستوعب حياتنا هذه الصلة، تستوعبها بالبركات، بالتوفيق، بالخيرات، بالهداية، بالرشاد. كما نحن ننتظر الإمام، الإمام ينتظرنا، ينتظر منا نوع من الصلة، ينتظر منا نوع من اللين، ينتظر منا نوع من الانعطاف.